بسم الله عليك سليمان، وش فيك حبيبي؟ طقوني. من أنا طقك؟ أخو مشعل الكبير وأخويا امسكوني وخلوا مشعل يضربني قدام عيال المدرسة. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. تعرف بيوتهم؟ أمشي أمشي معي ورني إياها. وين رايح؟ تبي تروح تعمل مشاكل معهم؟ لا يبا، أبى أروح أخذ حق أخوي منهم. يخلي يروح يأدبهم، هذول الناس ما ربوهم أهلهم. خبله أنت تشرفين أخوك على المشاكل. أقول الصدق، إذا ما تربوا لازم أحد يوقفهم عند حدهم. خلاص أنا باسل بروح للمدرسة وأشتكيهم هناك بدون مشاكل. ريح نفسك يبا، ما يحتاج. الأشكال ذي أعرف شلون أتصرف معها. يا عيال أنا مغبون وميت من القهر. سلامات، وش فيك؟ في عيال كبار تجمع على أخوي سليمان وطقوه. ياهو، نسينا ما كلينا؟ يعني من يوم ما عرفنا الدراسة وإحنا جالد ومجلود، شوف وجه الخردة كأنه مخطط من المضاربات. طيب وش بتسوي؟ ودي أروح لهم وأجلدهم جلد لما طلع حرة أخوي سليمان. صاحي أنت مرجوج مطبوق، فيك شيء؟ تحط راسك براس مبزرة. عامر شف مصورين المقطع منزلينه بقروب المدرسة، قروني الله ياخذهم. والله ما خليها لهم، ما اكون عامر اذا ما اخذت حق اخوي سليمان بيدي. وش فيك شادها هاد؟ ترى كلهم مبزرة. مهبول انت، هذولي بالثانوي. لكن الوعد بكرة، من بيروح معي يا عيال؟ ابني اروح اتلاقط لي مع مبزرة؟ يا ابوي رح لحالك، لانك ورع وما انت بكفو. انا معك يا عامر. وانا معك. وينهم؟ هم دائما تكون على الجدار هنا. هذا هو. متأكد؟ ايه هذا هو اللي ضربني. خلاص انزل انت، رح مدرستك وحنا بنتفاهم معه. كف يلا انزل، يلا رح. كلمة تضرب أخوي ورع، ها؟ تضرب أخوي الحين أعلم. أحلى بقى السيارة مسوي مرجلة، ها؟ وش قدام ذا كله؟ الحين أوريك أنا أدب سوي رجال أورع. وش قدام؟ أمش السلام عليكم محمد. سلام، هلا أستاذ، حياك الله. يحييك يا أبو محمد. في مجموعة طلاب غيبين ودنا نعلمها اليوم. طيب أعطيني أساميهم الله يرضى عليك. سم سلطان محسن. سلطان محسن. عبد العزيز محمد. عبد العزيز محمد. نواف علي. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم. أي نعم، أنا ولي أمر الطالب سلطان. وشو؟ ما يصير يا ابن الحلال، أنا بنفسي مصلح المدرسة. طيب خير إن شاء الله خير. على العموم شكراً على اهتمامكم. وش فيه؟ يقول سلطان غايب عن المدرسة. وين بيروح؟ ما أدري ما أدري. الله يرحم أمك فكني، والله ما عاد أضرب أخوك سليمان والله. أنت اللي جنيت على نفسك. لا مصور مقطع فيديو، ها؟ تبي تدل أخويا ورع؟
احنا بنأدبك انت واشكالك، انت اللي خربتوا المجتمع. يا واد ايش بكم على البزر؟ تمرجلوا عليه؟ اخوك سليمان من طرف اخوي مشعل، هذا ما دخل. اوص ولا كلمه، واذا بزران تهاوشوا تحط راسك براس بزر؟ ها؟ تحط راسك براس بزر؟ شوفوا يا عيال، هذا اللي مسوي اول مهايطي وانه قوي وتدير بتدير بدنا القوي، وراك تبكي الحين ها؟ وراك ذليل، وراك ذليل. شوفها يا سليمان الحين يبكي، يبكي اخذت حقك منه ولسه باقي ها؟ هذا المقطع لك يا سليمان يا سلي، اوكي؟ ارفع راسك، ارفع راسك. ثاني مرة تتعرض لاخوي سليمان ما تلوم الا نفسك، تفهم ولا ما تفهم؟ افهم افهم. يلا يا عيال مشينا. ايه ما بتفكوا؟ لا خله هنا يتأدب، نرجع نفك العصر. ايه فكوني، ايه تعالوا فكوني. السلام عليكم. عليكم السلام. ابطل غدا وانا موعد العيال بالاستراحه. ما ادري عندي الشغاله. يا ميري ميري. نعم ماما. وين الغدا؟ انا قايله لك انك تجهزينه الساعه 2. الحين 2:15. بس 5 دقائق خلص. والله دلعتوها، المفروض تلتزم بالوقت وتنضبط. وانت ايش مالك عملكم مساجل؟ وش عندك؟ لا بس عندي موعد مع اخوياي ومعطيهم كلمه، وتعرف انا كلمتي سيف. كلمتي سيف؟ اللي يسمعك يقول وعد من وكلاء الوزاره. كيف تعاوشك ان شاء الله يديم النعمه. اي والله انك صادق، الله يديم النعمه. ما تسمع الجرس؟ ورا ما تقوم تفتح الباب؟ ورا ما ميري تروح تفتح الباب. تبيها تغسل لك وتطبخ لك وتفتح الباب؟ انت مالك رجلين؟ كم افتح الباب انت؟ كم؟ سم سم ابشر. هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقول وين امك؟ في المدرسه. يعني وين بتكون؟ داخل بالبيت. أقول لا تكثر كلام معي. يلا روح نادها أقولها جارتك أم سلطان تبيك. يلا. سلامات، ليش تنفخين؟ ولا علشان معس فزعة؟ إي أنا فزعة البودي جارد. راح نادى أمك راح تطق براسي. يلا نادى أمك. يلا راح نادها. يلا اقعد يا القدحة، توزاية من حجاب والله قوية. عاد حداك يا بنك. دقيقة. مستعجلة مرة، باقي ساعات وطيارة الباريس تقلع، فقلت أجيب شغالتي عندك. يا حليلها طيبة وحنونة، قلت مالي غير جارتي وصديقتي أم عامر، هي اللي تقدر تشيل الموضوع عني. يعني خبرك، تذاكر وفيز وكل هذه خسائر أنا ما أقدر عليها. الصراحة ما أدري وش أقول لك، فاجأتيني. شوفي لها 10 سنين عندي، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفي وش حليلها، لها فم ياكل ما لها فم يتكلم، تحطينها على الجرح يبرى، اكرفيها مثل ما تبين. ها وش تبين اجيب لك من باريس بسرعه؟ ما ادري لو في جلابيات. جلابيات؟ شفتي جلابيات؟ الشغاله استغربت، يا حبيبتي يبتي هذه باريس. مالك مالك، خلي الهديه عندي، هديه وتستاهلك. استاذنك الحين لاني مره مستعجله. انا وصيك على ماما، ماما مره كويسه. مع السلامة. وبتجلس عندنا كم يوم لين ترجع أم سلطان من باريس. الله صرنا أغنياء، خدامتين. يا حليلها ويا حلى ذهبها، شكلها كيوت. أنت خيوت، أنت فلة. الحين أم سلطان رايحة لباريس وكاش ومسوية زحمة، ما تقدر تشتري تذكرة لشغالتها وتاخذها معها. حجي والله انت وش دخلك؟ هذه ضيفتنا عندنا لما تجي مع عزبتها، وبعدين شيء بلاش ربحها بين. ليش كده؟ انا تاكل 5 دقيقة؟ انت جبت كلام جديد؟ يا هليلش، اذا
وش خلص كويس ما في خاف. أنا شكل أحسن من أنت، شابك كبير. أنا شابك كبير يا كتكوتة يا دلوعة. جوي العشر المطعمة تصدقون جوهم أحسن من شكوش وكفتة. خلاص خلاص ميري، ذي شغالة جارتنا أم سلطان، هي سافرت باريس وبتخليها عندنا كم يوم. بعدين حنا ما نستغني عنك ولا عن طبخك اللي أدمنا عليه. شكراً ماما. عفواً ماما. يلا خذيها وديها فوق. أنا أروح مع هالأشكال؟ إيه روحي مع ذي الأشكال. إيش ذا النشبة؟ يلا يلا خذيها. يلا تعال. كل فيلم البطل هذا الغرفة أنا. وش هالغرفة هالصغيرة؟ أنا وين أنام؟ جيب فراس و... ونوم على الأرض. أنا نوم في الأرض؟ أنا نوم في السرير، أنت نوم في الأرض. لا 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 لا، أنت نوم على الأرض. لا أنت نوم على الأرض. لا أنت نوم على الأرض. أقول لك أنت نوم على الأرض. لا أنت أنت. لا أنت 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 هنا. أنت هنا. أنت هنا. ما يبغى نوم على الأرض، لا يبغى أشيل سرير أنا. ما في مشكلة ميري، دي ضيفة عندنا، تجلس يومين ولا ثلاثة وبتمشي، أعطيها سريرك. لا هذا سرير حق أنا، ما يبغى هذا الكلام الثاني. هي نوم أرض ولا أعجبت هو. أنت منشوفين؟ منشوفين؟ كيف أنوم على الأرض؟ يجيب لي السرير ولا رجع بيتنا أنوم على سريري؟ وشلون تروحين بيتكم وعزبتك سافرت؟ وأنا ابتلشت فيكي؟ دقي على الهينة، الهين تدقين عليها. بعدي بفتتح العروبة، على وين الوجه يا عيال؟ كبدة. استرجل يا ورع، وش اللي كبدة؟ اسمها كبدة. وش عرفك انت؟ هذا مطعم ضارب ترند في التيك توك، اسمه كذا كبداء مطعم. يعني قصدك هذا جوجل ماب وتقييمات وزي كذا؟ يوه يا قدمك، اصلا من باقي ياخذ توصيات مطاعم من جوجل؟ مالك الحين الا التيك توك وسوارم. يعني بيعوا كبده سوارم. شينا بس ابوك يا السبك. صار لا زحمة اليوم؟ ما أدري. طيب كيف يومك؟ أقول بس طالع قدام لا تفلها. أوف 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 أبوك البشرية، الحين ذولي كلهم واصلين ينتظرون صلاة الجمعة. اللي يبون الجمعة يا ابن الحلال، لو إنها ببلاش ذا الأكل ما صفيت سرع. ويييي تلعب بلوت أنت، اسمه لاين مو بسرع. يا أبوي لاين ولا طابور ما يهم، أنا ميت جوع. يا عيال خلوني امشي اقرب فول وفلافل زي اللوم. فاهمني شوكوش؟ يلا مشينا بوصلك معي بعد. فلافل خذوني معاكم. يلا فلافل يقلع ام جو القولون يا شيخ. ما عليك منهم، اتحداك اللاين البطل. الله يسموي يا معلم. ثلاثة صبة شطة طحينة مخلل وكثر الشطة وبيع. لا لا يا شيخ بيض اقول فكنا تكفى. وثلاثة برتقال كبس. فاهمني هلا حسابك 3 ريال. سبحان الله سبحان الله، اليوم اليوم عبي بنزين بثلاثين ريال. يعني عليكم الفطور حبايبي، يلا كل واحد ينق 15 ريال. يلا 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 مرحبا امبو. هلا بعد ما افتتحوا العروبة راحت على خريص الزحمات. مبسوط على التحويل يا ورع؟ مو بتحويل يا سبك، هذا تنبيه أحلى من التحويل. تشيك إن سوارم، في أحد معنا هنا باللاين ضايفني وضايفة. وأنا أقول ليش الناس كاشخة وفلة أمها، أظهرهم جايين هنا يتعرفون على بعض. مش تحس بدل جايين يشوفون ثوبك البني أنت وجهك؟ إيه لا تغلط لا تغلط، لا أفلم بك الآن باللاين. سم شوف عامل عامل هذه ايه صح نفس الصورة،
بس الفلاتر مسوية شغل هنا على الطبيعة نص مقشع. ما تلاحظين شيء؟ كان اللاين أطول من الأسبوع الماضي. إيه المحل كل يوم عن اللي قبله قاعد ينشهر. إيه ما شاء الله. وش جربتي عندهم غير الحلومي؟ مرة يعجبني سكرامبلد إكس عندهم. لعب عرف كيف يفتح معها موضوع. أولا ياسر افتح المنيو من جوالك خل ذاكر، ترى إذا دخلنا عند المحاسب أبي أطلب حليب عدني وفشلك. ومن قال لك ما عندهم عدني؟ عندهم بس يسمونه ماتشا. ما شاء الله تبارك الله، حتى عدني عندهم. هذول إلى الحين صافين سنة. بالله تعالوا تعالوا جلس عليهم. بناكل معاهم مرة ثانية. يا أخوي أنت ما شبعت إلى الحين. إيش فيك أنت؟ أنا في الحقيقة نباتي. أول مرة أشوف ولد نباتي. وأنت؟ أنا أكلتي المفضلة الكيتو. الكيتو نظام غذائي الله يصلحك. اسكت فشلت إن الله يصلحك. ليش أنا قلتها غلط؟ تراني سارقها منك. شكلك مالك بالأمور ذي. أدري يا أختي أدري، بس حبيت أضيف جو مرح يقطع وقت الانتظار. الله يطويل. الله يسعدك ضحكتنا. ترى أنا دائما أضحك العيال بالاستراحة. وين محلقة شعرس؟ عند الحلاق. حسب عند الكوفير. بشر، نزلت الإعلان؟ نزلت الإعلان في جميع مواقع التواصل. إن شاء الله رب العالمين بيعوضنا عنها وبيجيب لنا اللي أحسن منها. يلا حبيبي العشاء جاهز. يلا. شكوش، وش ذا الرقم الغريب؟ اسمع، قاعد اكلمك من جوال الرجال اللي خطفني، تراه منزل اعلان وبينقل كفالتي. ام عاد ينقل كفالتك، تستهبل انت. طب ورمت الحاش؟ الحاش فين؟ الرجال مقفل كل الابواب. خذ الرقم هذا عندك وطلعني من ذا الموضوع. يلا سلام. عاد وش تنتظر؟ دق عليه بسرعة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معي؟ معك عامر، نبي نشتري منك شوكش، أقصد الشغالة اللي مسوي الإعلان. طيب بكرة الصباح تجي عشان نتفاهم. لا 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 لا، أنا والدتي تعبانة والآن بيها محتاجة. بكيفك، تبي نخلص الحين؟ جيتك ولا كنسل؟ طيب الله يحييكم، أرسل لك اللوكيشن. أوكي. فوزية، فوزية. سم، أبشرت بيجي واحد الحين بينقل كفالتها، خليها تولم عفشة. الله يبيض وجهك ويبشرك بالخير يا رب، أخيرا بفتك منها وتنقل كفالتها. يا ربي لك الحمد والشكر. أبا أروح أكلمها تولم عفشها وقلحها عن وجهي. يا عيال، خوينا في ورطة ولازم نوقف معاه، والحل الوحيد ان ننقل كفالته عليك. وانا وش دخلني فيكم؟ انتم ورطة بحكمك البايخ، ورا ما تنقل كفالته عليك انقله على كفالتي انا عشان امرمطه مرمطه واسوي له خروج نهائي. يا ابوي دزها انت فضيلك بعد. اسمع ياسر، انا طفران وكفته منتف، ما لها الا انت اللي تقدر تدفع الدراهم، اعتبرها دين وبردها لك. خلاص اوكي اوكي، ما عندي مشكله، بس توعدوني ترجعونها خلال شهرين. أف عليك، كفو ياسر. 25,000 ريال راحت لحسابك بالتمام والكمال، مع أنها غالية شوي بس وش نسوي؟ يلا. وهذا الجواز والإقامة، وبدخل الموقع وبنقل كفالتها لكم. سبحان الله، شبه شكوش. سلامات. مو بشغلك. أنت الزهل بيتكم، يلا امشي أنت. صندقي.
يلعن ابليسك. وش اللي صار معك؟ يا ابوي انت فقي ولا كبتنا؟ يا عيال يا عيال ابغى اتزوج، طلع حمام المتزوجين مره ظلة. بابا ودينا البوليفار. لا حنا بنوديك المقبرة احسن. مهبولة انتي، كم مرة اقول استق الباب قبل ما تفتحينا؟ عقل قم خلصت النوم علينا، ودني سيارتي خربانة. وين بتروحين؟ ابغى اروح كافي مع صديقتي. خلاص خلي خويتي تستمرس. ايه بيتهم في البديعة وبيتنا في الشمال. لا يا شيخة اكيد الكافي حقكم بالشمال، مستحيل تروحون كافي بالبديعة، يعني كذا ولا كذا هي جاية للشمال. خلاص خليها تمرس على طريقها. اوريك خليك قدها، الايام بيننا وشاحني تحلم فيه. اقول دزيها بس انقلعي. النشبة ذاي بيك، النشبة ذاي بيك. على تروك ابشر بي، ارسل اللوكيشن بس. جابك الله بالحالات، لي ساعة واقف وفي واحد مقفل علي، شوف لك حل. حل الموضوع علي. من صاحبة السيارة اللي مقفل على الجيب؟ شراك ان رايت السيارة بنت. اكيد بنت، سيارة صينية وكلها حكات، واضح انها حقت بنت. ايوه سيارتي وما راح اطلعها، انا في اللاين من العصر وبالاخير يجي خويك يخليني اعيدها، خليه ينتظر. سلامات من العصر هنا، رايحين استاد الملك فهد. بايخ. نوف شوفي اخوك عامر جا جا. واضح نس الشرين. ما شاء الله تبارك الله، منورة ام اللاين، وش عندس؟ هذا اللي تعبان ميت نوم، وش جابك؟ انت اللي وش جايبس في الاماكن ذي؟ انا جاية كوفي زي غيري. ايوه اعرفها ذي، نغمة تشيكن. تشيكن ولا لحمة؟ اسمها تشيك ان يا متخلف. ما هو بشغلي تشيكن تشيك تبن، المهم انه في واحد من الليستة وصل هنا، اعرفها الحركات ذي. يلا انتي قدامي للبيت، ما تقعدين بسرها هنا. وانتي يلا دزيها للبديعة وادعي دعاء السفر. يلا امشي، لا تناظرين، امشي. تشيكن قال امشي، انقلعي انتي. أم عاد وش طببك هناك؟ القهوة دي معروفة اسمها تناتيش، كل العالم يصفون سرة. ايه سلامات، اسمه لاين. ايه قصدي لاين، ويطلبون آيس دريب. الحين وش الفرق بين الآيس دريب والآيس دروب؟ يا ليل يا عيال تعبت اشرح له ذا الدلخ. اسمه اير دروب، الاير دروب هذا بلوتوث حق القديمين، والآيس دريب مشروب قهوة باردة. وش اسوي؟ كل ما حفظت شيء انساه، المفروض يوزعون كتاب كيف تعيش في الرياض علشان راجع كل يوم. خلاص يا اخوي يا عامر فكنا. الا اخوي ياسر بما انك خبره في الامور هذه، ايش الخطه بكره؟ بكره السبت. اوه يا عيال بكره كل العالم في جارلك كوفي. اوف اوف. طيب دولا عندهم لاين؟ عندهم لاينات ولاين راهي بعد، بس يبيله استعداد خاص. بعد ما افتتح العروبه راحت على خريص الزحمات. مبسوط على التحويل يا ورع؟ مو بتحويل يا سبك، هذا تنبيه احلى من التحويل. تشيك ان سوار، في احد معنا هنا باللاين ضايفني وضايفه. وانا اقول ليش الناس كاشخه وفلا امها، اضرم جايين هنا يتعرفون على بعض. ايش تحس بدل جايين يشوفون ثوبك البني انت وجهك؟ ايه لا تغلط لا تغلط، لا افلم بك الان باللاين. سم شوف عامر عامر هذه هي. ايه صح نفس الصورة، بس الفلاتر مسوية شغل هنا على الطبيعة نص مقشع. ما تلاحظين شيء؟ كان اللاين أطول من الأسبوع الماضي. ايه المحل كل يوم عن اللي قبله قاعد ينشهر. ايه ما شاء الله، وش جربتي عندهم غير الحلومي؟ مرة يعجبني سكرامبل اكس عندهم. لعب عرف كيف يفتح معها موضوع. اوه ياسر افتح المنيو من جوالك خل ذاكر، ترى دخلنا عند المحاسب، ابى اطلب حليب عدني وافشلك. ومن قال لك ما عندهم عدني؟ عندهم بس يسمونه ماتشا. ماتشا الله تبارك الله، حتى عدني عندهم. هذول الى الحين صافين سنه.
فيلا تعالوا تعالوا جلس عليهم بناكل معاهم مره ثانيه. يا اخوي انت ما شبعت الى الحين، ايش فيك انت؟ انا في الحقيقه نباتي، اول مره اشوف ولد نباتي. وانت؟ انا اكلتي المفضله الكيتو. الكيتو نظام غذائي الله يصلحك. اسكت فشلتنا الله يصلحك. ليش انا قلتها غلط؟ تراني سارقها منك. شكلك مالك بالامور ذي. ادري يا اختي ادري، بس حبيت اضيف جو مرح يقطع وقت الانتظار. الله يطويل. الله يسعدك ضحكتنا. ترى انا دائما اضحك العيال بالاستراحه. وين محلقه شعرس؟ عند الحلاق. حسب عند الكوفير. يو 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 الى الحين ما مشيتوا؟ وش تبي انت تطلع منها بس؟ يا ابويا فاتك نازل 3 فلافل من الاخر ب 30 ريال واجب بسرعه. قصر صوتك يا بزر فضحتنا. الا على فكره عسى مخلف الرجل ليش مقزز؟ ادعي لنا بس ثبات، بس على هالوقف ومفروض احنا ناخذ قروش مو بنعطيهم. اقول دزها انت وياه بس. هلا والله بالكاشير البطله، اتحداك يا كشخه. ويلكم يا اهلا وسهلا، وش تحبوا تطلبون؟ وش البست سيلر عندكم؟ يقرا ام المراحل الصعبه، وش ذا الكلمه بعد؟ انت خلك ساك، تخلك جنبي وكل شيء بيضبط. متوفر عندنا فلاورد انجلش اكس ولاك جري فلافيل بصوص الرمان الاستوائي. رمان وفلافل، وش هالمعده اللي تتهضمه؟ وسبيشل وايت شكشوكه، واشهر طبق اكسكلوزيف كبده. خلاص اعطينا من كل طبق قلتيه واحد. تامر ما تقول الفلافل تجيب القلون والان طالب فلافل. هذيك الفلافل هذه لاكجري فلافيل. فلافيل تعرفها انت؟ اي والله جديد علي. حسابكم 300 ريال. وراه 300 فطور. طالبين ربع تعيش حنا. وصادق شكل المحاسبين على السره كلها. اقصد اللاين. اللاين. هلا والله بالمطعم البطل. يا عيال اذا هذه مقبلاتهم شلون طلبنا اذا جاء؟ هذا هو طلبنا. وش هو؟ هذا اللي ب 300 ريال؟ الله لا يربح. اسكت يا بزر فشلتنا. اي بس هذا ما يشبع. مو بلازم تشبع، اهم شيء افطرنا في محل كبده محتوى يا ابوي. وبطني ايش؟ ما احنا نبح، ما دخلنا قروش الا بمباراتنا ضد بولندا وباقي مباريات هشين ذباب. الحين مباراة المكسيك ضد الارجنتين ولا حد انجانا. وراك توش؟ طيب هد خلاص، باقي لنا مباراة قدام المكسيك. من الحين لين مباراة المكسيك باجل 5 ايام، ورانا مصاريف ايجار المتان والشاشة. تدرون بس نقفل ازيال لنا. والله انه صادق يا اخي، مباراتنا الجاية مع المكسيك، وبصراحة انا اخاف نخسر المباراة، نص لعيبتنا مصابين. شو انت جايبه؟ غدا؟ لا الحمد لله متغدي انا. متغدين انتم؟ ايه الحمد لله يعني. كلنا متغدين. غدا الماتش ديال المغرب مع بلجيكا، داك الشيء اللي جلس هاد الرايات هاد، واش نعطيهم الكفته باش نديرهم في المبيعات؟ هي ولا ما بي؟ الا هي. سلامات فجاه كذا طرطني المغربي، شو السالفه؟ يوه نسيت ما علمتكم، امي مغربيه. اي وترى اعلنت للمشروع في جروبات خوالي، يعني بكره الحضور من الاخر. أجل مهنة تكفين، ديما مغرب. سلامات عرس ذا. بلجيكا ومشات، أرى كندا، بلجيكا ومشات، أرى
المنتخب اللي يرفع الراس فازوا على بلجيكا واكتبوها كتم والعبض مزيان مزيان بالزعب. خير يا ابو عامر، اشوفك متحمس المنتخب المغرب بزياده. ابلش يبا، فرحه العرب فرحتنا كلنا ولا لا يا نو؟ صح صح اتفق معك. اقول قوم اجيب الشاهي. قومي ان شاء الله. ايش بك يا عامي؟ هالديوم هي كلها حبة، تبغى تكشف عنها اكشف، ما تبغى برضو بكيفك. الوقت كفيل يبين لك كل حاجة. الوقت كفيل يعني شلون؟ يعني حبيبي مصيرك مع الوقت تعرف ايش تسبب لك الحبة. طيب صدق هي بسبب مرض خطير الشمنقة حبش اللي ارسلت لي امس؟ ايوه، وتسبب اقوى من كده حبيبي. انا خالي مجدي، مجدي ديكا عنده صي الحبة دي، اختها بالضبط. بعد يومين اثنين مسكين من منها طلعت له، تدري ايش سببت له؟ شفاف في الفم، نشفان كده، ما يقدر ينطق، وحتى مسكين لما يوقف يمشي خطوتين على طول طب وطب يطيح لانه جاته دوخة. انا نفس خالك مجدي ديكا، في النشفان وفي دوخة. طب شلون هو تعالج منها؟ شلون وش سوى؟ طفى. وشلون مكيفه؟ لا. وشلون طفى؟ طب مات. توفاه الله. يعني غادر؟ غادر الملاعب. سوينا له عزا كبير وكتبنا لوحة كبيرة كده، المرحوم مجدي ديكا رحمه الله. طبعا الناس جهات وكلهم الله يرحمه الله يغفر له، كان انسان كويس. اما انت يا عامر لما تموت عزاك ما راح يكمل حتى نص يوم. ليش؟ وش سويت انا؟ لانك متسلط ومتعجرف وما تحب الخير للناس. طيب وش سوي؟ لازم الناس تسامحك. كلهم عن بكرة ابيهم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا وجيه الخير. جزاك الله خير، ممنوع التسول. أنا ماني متسول، ماني فقير، أنا فقير إلى الله. ما أبي منكم فلوس، أبيكم تسامحوني وتحللوني. أنا موات يا أخوان، اليوم دنيا وبكرة آخر، تكفون سامحوني وحلوني. اللي أذيته ولا أزعجته يسامحني ويحللني، تكفون سامحوني، سامحوني يا أخوان سامحوني. الله يرحم والديكم ويكم سامحوني يا أخوان. راح هذا اليمين يا اخي، يا الله ما ادري ايش فيهم مرتبكين، لو يناولون بشويش والله يمديهم. مشكله حظ الطواقي ما يشتغل لما يلبسون ازرق. اص بس يلا سامر. يلا يلا يا سلام. ها ايش رايك؟ ما مدين يتكلم إلا واشتغل حظكم. لا وصاقع فرج المدافع بعد، الله يديمه من حظ. بس مع المنتخب. ها يجي الثاني.
يلا 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 سلم 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 عبد المالكي. يلا مالكي روح 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 سوق. يلا 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 كنو ما سلم سلم سنيد. تعال تعال ما في مشكلة ما في خوف ما في خوف. تعال شوف هذا كاس عالم كاس عالم سعودي أرابيا أرجنتينا. إن شاء الله سعودي يفوز. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. روح روح روح. أيوة أيوة ميسي لا ما يعدي. برافو تنبكتي يس. جبنا التعادل خلاص مهبول. اصبر اصبر وما في تعادل صالب جاب الثاني يا شيخ. اسمع جبنا كبت ثاني شكل بثك متاخر وانت اجل تمرين ها يلا امشي خس يمشي امشي قدامي امشي ولا الحقني الحقني الاستراحه. الله 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 تقول بتعال تعال معي تعال. ايوه هذا هذا هو. يلا 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 يا عيال صفر صفر يا اخي. خلصت يا صفر يا حكم صفر يا فقي. يلا صفر صفر خلاص يا حكم صفر 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 يا حكم صفر. يلا خلصنا صفر يا اخي صفر خلص الوقت راح امك صفر صفر خلاص خلاص خلص. طموح ما لا حد وهدافي الأسماء ولا جاء لا جاء وقت الجد وندي قبلنا ما علي من الأسماء أبلعب وبشر بطموح ما لا حد وهدافي الأسماء الأسماء لا جاء قابلنا ما علي من الاسماء بلعب وبشر بطموح ما لا حد. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد والشكر. والله انها من اجمل المباريات اللي شفتها بحياتي من 94. يس بكره اجازه. إجازة بس أيوة إجازة بس أيوة إجازة بس أيوة إجازة بس أيوة. يا بابا يا كفتة كلمتوا لك المدير وقلت ابني كفتة بيمسك مكاني اليوم وأنت قد المسؤولية. الله الله بالأمانة الله الله بالنظام تطبقوا على كل الطلاب بالتساوي عشان إذا توفيتوا يا بابا تكمل مسيرة العملية. هذا حلمي يا أبويا. حلمك يا رم أمور. حلمي أن أكمل مسيرتك. أهلاً أهلاً بحضرة المدير. على كفتة. اسمع يا كفتة أبيك تصير مثل أبوك بالضبط تبيض الوجه فاهم؟ أبيك أمين أبيك حازم أبيك ذكي كلها موجودة فيني طال عمرك. كف فقه فقه في أي صف أنت تدرس؟ ثاني ثانوي. ثاني ثانوي وهذا شنبك انت كبير. هيا هيا روح ثالث ثانوي. هيا ثالث ثانوي ثالث ثانوي اوكي. يلا يا ولد ادخل. هيا وقف افتح الشنطه ولا تقاوم. ليش انا مش مسوي؟ اقول لك افتح الشنطه ولا تقاوم. هيا ايش هذا؟ اعترف. ساندويتش جبن. سندوتش جبن. هيا هيا روح ولا تعودها. هيا شنو ما تعودها شنو مسوي؟ اقول لك ادخل روح ولا ترى بمنعك من دخول المدرسه. هيا ام عاد كفته وش عندك هنا؟ انا مغطي مكان ابويا.
معاكم ممنوعات. سبها انت سبها، سوي تفتيش المطار انت وجهك. اسكت لا امسك على اذنك الحين. لا لا احد ابوي لا تمس ولا شيء. ايه احنا اخويانك. اخوياني ولا اعدائي؟ النظام نظام. اقول لك خليك على جنب لين افضالكم، ممنوع تدخلوا. ايه ورع انت، ورق قلبت علينا. انا ورع؟ هذا قذف يا عامر، راح ارفع فيك شكوى. لا لا اسمع اسمع خلي علي يا كفته يا قلبي ويا عمري ويا روحي، مشها يا ابن الحلال عشاني هالمره. وانا اسف اعتذر لك يا كفته، زعلت مني اعتذر لك، بس تكفى الحصه الاولى كيمياء واحبها ودي احضرها. لا تبكي يا عامر انا مسامحك. هيا هيا ادخل ادخل انت وهو، يلا هيا. سرعه التفاعل الكيميائي ايش نقصد فيها؟ نقصد فيها انه لكل تفاعل كيميائي سرعه محدده، نقدر نزودها وننقصها حسب الظروف. ارفع يد قبل لا تجاوب. بعدين انت ملاحظ دائما تقاطعني قدام زملائك الطلاب، عيب عليك. ايش رايك تجي بمكاني واروح مكانك؟ ندري انك فاهم كيمياء. ما اقصد يا استاذ، بس الكيمياء لعبتي واحبها، وعندي موضوع بسيط ابيك تخدمني فيه. اي موضوع ما يخص ماده الكيمياء تعالي بعد الحصه، خلنا نكمل الشرح لزملائك. يا استاذ الموضوع يخص ماده الكيمياء بس، انت هد هد واسمعني، ابيك توديني المختبر، عندي تجربة واثق بالنجاح من زمان. اختراع ايش؟ اختراع محلول يحول الورق الى قماش. الموضوع دارسه يا استاذ ومدركه، بس احتاج تطبيق علمية. تكفى يا عامر بن حيان. عامر بن حيان قوية والله يا استاذ. من زود الحماس بيصير عالم خوينا. بس انت وياه اقطع الصوت، خلينا نكمل الدرس. نزل معنا المسح اليوم العالم عامر بن الحيان براسه. اقول دزها انت وياه لا يقوم البوكس الحين. عالم رايحين ضربات، عالم طرقن عن خشمك، تفهم ولا ما تفهم؟ انت عقب عقب انت. تعال يا ابوي اهدى سيبك منه. معلك منهم يا عامر، حرام توسخ يدينك على المبزره، تفهمهم بس. اي والله صادق. اسكت يا طالب انت وياه. خافوا مني، المسؤوليه صعبه. اهم شيء تنفذ الحكم، شغل بزيرين ما نبي. اوكي يا واد عيب عليك، انا شكوش كفو احكام. يا عيال مع بعض مع بعض الدعم على الدبل. اوكي يلا يلا يا عيال يلا بدا اي اي كفو كفو اللي اعطاني اسد مع كينج. عيال مع كينج اي اي ابراجك يا محر والله. كفو كفو كفو. تامر حمزه وينكم يا عيال؟ كبسوا شيروا ما يفوز. كفو اي اسودك يا كينج. كفو كفو يلا نفذ الحكم. اقول لا تكثر كلام هات احكامك. اقول هد هد بس شكلك منضغط صح؟ اقول لك لا تكثر كلام هات حكمك الاول. الحكم الاول شف، ابيك تلبس عبايه وداخلها قميص وتحط الطرحه البيضة، تطلع بالشارع وتقول انا ميري انا ميري. سلامات يا ابويا مجنون انت. هات حكمك الثاني. خلاص الحكم الثاني تاكل 5 بيضات بقشورها. لو اموت ما اسوي، عندي حساسيه من البيض. خلاص الحكم الثالث، شفت البرج اللي فوق راسك؟ أبيك تقطعه وتدعمني فيه. مستحيل أحلق شعري يا أبوي. خلاص بنفذ حكمك الأول. كافو أحكام يا شكش. يا عيال شيروا البث، ترى بالبث ها؟ الحكم يتنفذ بالبث. أنا مري أنا مري. إيه فقي خلاص نفذت لك الحكم، سري لك. هي إيش يبقى؟ انت ما في شغل؟ روح شغل. قوم يا واد سري لك. امشي يا واد. Thank you.
ولك عين تطالعيني بعد؟ سلام عليكم. خليكي معي هنا، أنا دافع 25,000. تحسبينها بالسهل كذا؟ أنت وين لقيتها؟ وين لقيتها؟ لقيتها في الشارع العام ترقص مع العمال. ما في رقص. الله لا يبارك فيك اللي ما تستحين. اف اف شو الريحة المعفنة؟ أكيد من الرقص وصيعة الوجه. يلا يلا قمي قدامي تروش. يلا يلا. أوكي ماما. رجع إن شاء الله. إحنا من اليوم ورايح لازم ننتبه لها زين ونخلي عيوننا عليها عشان ما تنحاش مرتين ثانية. لا تخافين يا بنت الحلال، أنا مقفل البيبان وبركب كاميرات بعد. ودخلت الحمامنا بعد؟ ورا ما تسبحت بحمامك؟ لا ولا بسرب حقك بعد، هذه مهي بصاحية مهي بصاحية. لا لا مهي بصاحية مهي بصاحية، تنذي مهبولة مهبولة. وش اللي جايها؟ يلا غرفتك يلا. أوكي بابا، مرة ثانية ما في صوت كبير، أنا روح سفارة. قوم يا واد. أم عاد وش طببك هناك؟ القهوة دي معروفة اسمها تناتيش، كل العالم يصفون سرة. ايه سلامات، اسمه لاين. ايه قصدي لاين، ويطلبون آيس دريب. الحين وش الفرق بين الآيس دريب والآيس دروب؟ يا ليل يا عيال تعبت اشرح له ذا الدلخ. اسمه اير دروب، الاير دروب هذا بلوتوث حق القديمين، والآيس دريب مشروب قهوة باردة. وش أسوي؟ كل ما حفظت شيء أنساه، المفروض يوزعون كتاب كيف تعيش في الرياض علشان راجع كل يوم. خلاص يا أخوي يا عامر فكنا. إلا أخوي ياسر بما أنك خبرة في الأمور هذه، إيش الخطة بكرة؟ بكرة السبت. أوه يا عيال بكرة كل العالم في جارليك كوفي. أوف أوف. طيب دولا عندهم لاين؟ عندهم لاينات ولاين راهي بعد، بس يبيله استعداد خاص. الوان ماشي، نغر حط عليها جل. ها وش فيك تناظرني كذا؟ افسخ النظاره صب تبعاقل يا صياد السمك. كافط ملابس البطحه من بين الف طقم. والله انه غالي ب 35 ريال. اكتب وش اوفر سايز المخيس ذا، قصت لكم واصله لين ركبتك. يا ابوي تستهب لابس بنجابي انت. ايه خلاص لا تشخصنا، سلامات هد عليه. تنكت انت وجهك، حملت اللوكت؟ لا خلصت بياناتي، بس اوعدك المره الجايه اشحن واحمله وبضيفك بعد. وش تبي؟ معليش يعني وش قاعد وش تسولفون فيه؟ وش السالفه؟ ايه انت وضعك صعب ومتاخر عن المنهج، وبين وبينك ما اقدر اشرح لك وجوالك جالكسي. انت تعال معنا بس شكل، واي شيء يفوتك خذ من زملائك. يا استاذ ترى الى الان محمل برنامج الكيك. هاي كيكرز. ها شفت؟ الله المستعان. تحمد ربكم يا شباب، ها تحمد ربكم. هلا يا بيي. ايوه يا واد. من معي؟ عيب عليك يا واد، ما سجلت رقمي؟ انا سامر انتبه لي. انتبه لك؟ عسى اي انتبه لعمري عشان انتبه لك. من انت؟ يا فقي هذا الاتصال جاي لي، ده خويي سامر انتبه لي. وش السالفه انت وياه؟ ابدا انا وشوكش متقطعين سماعه واحده، وشو له خساير؟ يو 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 يا عيال، توقعوا أن نوصل قبل 12؟ والله على حسب طلبات اللي قدامنا، نقول إن شاء الله. عامر عامر خلينا نروح المقهى، هذا فاضي ما عنده أحد. لا هذا ما نبيه، ما في لاين وحركات وسوار. أخس يا عامر وش هالتطور وش الحركات، والله صرنا نعرف. عفو عليك بس تبيني أسوي تشكلنا الحين؟ يا أبوي أنت جدد باقتك أول يا طفران. يا ولد العم الفزعة مثلي نت. أقول تواكله ولا كل اللي عندي 3 جيجا مخلي جوجل ماب إذا ضيعت الطريق. ما تلاحظين شيء؟
كنا اللاين اليوم أطول الأسبوع الماضي. إيه ممكن عشان نزلوا مشروبهم الجديد جارليك كوفي. إيه ما شاء الله. وأنت ما عندك إلا ذا الخطة. اللاين أطول من الأسبوع الماضي. يا أخي غيرها في شيء ثاني. خير في شيء؟ لا الله الله يطول لي عمرك ويخليس إن شاء الله. لا فاضي فاضي ما عنده شيء يمشي يفتح مواضيع باللاينات. So what؟ يا شيخ ما عليك منهم ذول متخلفين. أيوة تقولي لي. ما كان اللاين أطول من الأسبوع الماضي يا أختي. خير إن شاء الله. إيش تبي؟ جاي تسولف قطع يقطع هالأشكال. So what؟ What؟ مو مكلف الشيء لا. ودي أعرف وش السر؟ ليش أبوي معس أليم من اللي نفسه ومعي قاسي؟ ما في سر ولا شيء. المحبة من الله. وليه يحبس أنت أكثر؟ لأنك درج ما تعرف تتعامل معه. أنا درج؟ أنا درج؟ إيه درج. إذا تبغى تتقرب له خلي يشوف منك شيء لطيف كل يوم، وهو داخل وهو طالع، ومع الوقت بتشوف شلون تغير. يلا ورا ورا روح روح كمان بس ستوب. أتحداك البراد البطلة. اسمع أبيك تحط البرادة هنا جنب الباب علشان أبوي إذا دخل وإذا طلع يشوفه ويدعي لي. بابا أنت عايز؟ لا أبوي اسمع علي. أنا يقصد هو في موت ولا في عايز؟ هي الله يحفظه حي حي ما مات. أوه أنا في صوي غلط. هذا مشكلة. أنا في يكتب هذا عن مرحوم علي بن عمر. إيش مشكلة الحين؟ كيف أسوي؟ ما أبول أنت الحين أبوي بدل ما يدعي لي يدعي علي. إيش سوي الحين؟ خلاص خلي الموضوع علي. هايبا وش رأيك في البرادة؟ ما شاء الله زين ما سويت وانا ابوك. الله يكتب اجرنا واجرك. يعني حبيت الفكرة؟ اي بالله حبيتها. طيب واللي جاب الفكرة حبيتها؟ عجيب والله. تبي تموتني وانا حي؟ لا بس هذا خطأ مطبعي. خطأ مطبعي؟ شيل اللوحة وخلي البرادة واذلف. ابشر ابشر صديق. أتقرنقص أصان يبدأ أنا صغل سباكة أصان زيب موية بارد أصان نفر فيه سرب موية يقول الله يخلي نفر يركب برادة. عامر يا عامر عامر سمي يبا. وش هالصوت؟ دريل. ها خرجت الجار؟ ايه خرجتها علشان مد مويه البراده. الله لا يصابه ولا يعطي عدوك عافيه. شيل البراده ما بي براده ولا بيك شيء. الحين انا اروح مكه وادعي له واحط له براده علشان الاجر وبالاخير يدعي علي. صاحي انت ارتكبت خطا عظيم. الجدار هذا شيء مهم عند الشيبان. لا سمع صوت الدريل بالبيت سوى استنفار. سنين هو يبني هالجدار تجي انت خارق بدريل. طيب في انا البرادة. اسكت لا عامر يحط حرته كلها فيك. يا عامر يا حبيبي ابي افهم شيء واحد. انت ليش مشكل عمرك وتسوي كل ذا؟ ابي ابوي مثل ابوك. ودي احس انه يحبني. تصدق بعض الاحيان ودي اقول له خليك مثل ابو ياسر. تصدق فكرة حلوة. ما بقول انت والله لو كل ابوي كذا يطردني من البيت. لا 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 يا عامر بنلمح له بنجي انا وابوي عندكم في البيت بنتقهوى وبنسوي قدامه تطبيق عملي بس بتلميحه. والله فكرة. أبوي سمي يبا أمرني. أبشر أبشر أجيب خبز. طب مفروض ولا؟ جاء القطار بدروبة. والله تقاطع ولا إشارات. سمي يبا عطى الضيوف يا أبوه. سمي عم. تسلم عم. شلونك ابو عامر؟ بخير الله يعطيك العافيه. اقدم. سمي حبيبي. تسلم يبا. المفروض هو اللي يعطيك. انا وياسر ما نختلف احنا اصدقاء
وأنا ما مارس عليه سلطة الأب. ترى مو هو دايم بعض الأحيان. الله يصلحه ويخليه لك ياسر علبه غانة. حتى عامر ما شاء الله عليه حب ريح وشكرتي. عامر الله يصلحه مرة يصلحها أو 20 مرة يخربها رابع عن ضغطي. النشبة ذايبيك دربد النشبة ذايبيك دربد النشبة ذايبيك دربد النشبة. هلا يا قلق تجي الاستراحة يا ابوي. خشت الموضوع قول له على الكبسة. أقول لك وأنت جاي يا عامر جيب حبة مندي مع الرز. أبشر بي يا كفتة يجيك أحلى كبسة أنت والقعطية اللي معك. مع السلامة. أبوك يا الزحمة. تفضل تفضل في طريق يا اخوان. تفضل. كيف اقدر اختم؟ عطنا حبه مندي واربع لبن. حبه مندي؟ ايه حبه مندي. وكثر الرز ها وحط بصل سلطه مطحون ملاعق زياده صفر اي شيء زياده حطه. ابشر لعيونك. كفو والله. شرفنا اليوم بزيارة الغالي عامر وهذه كرامة له وعذرنا على القصور. تفضل حياك الله. كفو والله. سموا يا عيال سموا سموا. ألو الأخ عامر معاك مرور الناصرية. أنا مالي دخل طلبت حبة مندي وهو نزل لي مفطح. أبيك تجينا الحين. أبشر أبشر الحين أجيك. كلوا كلوا يا عيال عادي خلني أنا. الرجال يتهمك أنك صدمت سيارته وهربت. قسم بالله ما هربت. هو اللي قال لي ما بي منك شيء حتى قال لي لو يروح موتر يتالف في دراسك. حضرة الضابط هذا كذاب نصاب. هذا صدمني وانحاش حتى ما نزل من السيارة. فورك قلبت. نعم طال عمرك تسمح لي بس خمس دقائق. خمس دقائق أكلمه شوي. خمس دقائق كثير. دقيقتين. أوكي دقيقتين تفاهموا مع بعض وأنا راجع لكم. اسمع تنازل ماني متنازل لا تقعد تقلب راسي. ها للحين صامل ما تتنازل. متنازل متنازل ما في منك شيء مرة. لا 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 حقك أنا صدمتك واستاهل السجن. لا بسم الله عليك لا تقول ذا الكلام تكفى. بسم الله عليك من السجن. طب اسمع اذا جاء الضابط تكتب تنازل انك ما تبي مني شيء. اوكي ايه ابشر من عيني دي قبل دي. بس تكفى عندي طلب. ابيك ترشني رشتين بس عشان اروح البيت والحرمه تحبني. قلب علي ما ادري ايش فيها. قلب عليك؟ اي والله. لا 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 حرام ما تستاهل صراحه. خلاص وقع التنازل واعطيك الرشتين. ابشر يا روحي طال عمرك خلصنا.